سلام بنات، ومرحبا بكم معي من جديد. كنتمنى انكم تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم غنقدم لكم فطائر معمرة جد سهلة وبسيطة في التحضير ديالها. بالنسبة للمكونات ديال العجين، غنحتاجو نص كيلو ديال الدقيق، 4 معالق ديال الحليب، ملعقة كبيرة ديال السكر، ملعقة صغيرة ديال الملحة، و4 معالق ديال زيت الرومية، وغنحتاجو 1 دانون مسوس طبيعي، وغنحتاجو 1 خميرة الحلويات، وملعقة كبيرة ديال خميرة الفورية، وماء دافئ لجمع العجين. هادو هما المكونات. دابا غنتقلو لطريقة التحضير. غناخدو الدقيق وغنضيف عليه باقي المكونات، وغنجمعو بماء دافئ، وغندلكو تقريبا مدة من 5 حتى 10 دقائق باش تكون العجينة رطبة. صافي، وغنخليها تخمر جانبا. صافي، ها هو العجين كما كتشوفوا كيجي جد رطب. صافي، غنخليه جانبا حتى يخمر تقريبا مده نصف ساعه، وانتقلوا باش نوجدوا الحشوه. بالنسبه للحشوه جد سهله وسريعه، غنحتاجوا الفلافل قطعتهم مربعات صغيره، استعملت 3 ديال الالوان، وغنحتاج بصله كبيره قطعتها حتى هي مربعات صغيره، وغنحتاج التوابل والطونه اللي باقي غنزيد وحده اخرى. اول حاجه غناخذ مقله وغنعمل فيها شويه الزيت، وغنعمل البصله ونخليها تشحر. من بعد غنضيف الفلفل والتوابل. صافي، من بعد ما طابت الفلفله والبصله حيتهم، ودابا غنضيف عليهم الزيتون الاخضر المقطع، وغنضيف الطونه ايضا، وغنخلطهم جيدا، وغنخلي الحشوه جانبا باش تبرد. صافي، من بعد ما خمر العجين غنرش سطح العمل بالدقيق جيدا باش ما تلصقش لينا العجين، وغنطلقها على شكل مستطيل، غنطلقها بالدلاك. البنات راه تمسح ليا الفيديو فاش كنت كندلك. المهم دلكته بهذه الطريقه وقطعت الجوانب باش كيجي متساوي. خديت المطارد ودرته في الوسط، دهنته في الوسط. تقدروا تستعملوا اي صوص كتعجبكم.
كما كتشوفوا معايا دهنت غير الوسط صافي، وغنضيف عليها الحشوه من الفوق وايضا الفرماج المحكوك. اول حاجه غنطوي العجين من هذه الجهه، وغنعمل فوق منه الفرماج ديال الساندويتش، عاد غنسد عليه من الجهه الثانيه. صافي، من بعد ما سديت عليهم من الجهه الثانيه غنقطعوا دوك الزوائد بالموس اولا بالجراره ديال البيتزا من الاحسن، حيت كتسهل عليكم عمليه التقطيع. ومن بعد غنقسمها المستطيلات بحال بهذه الطريقه الحجم اللي بغيتو. انا غنقطعهم شويه كبار صافي، وغنعملهم في صينيه الفرن وغندهنهم بصفار البيض وغنرشهم بالزنجال كما كتشوفوا معايا صافي، وغندخلهم للفران. اهو الشكل النهائي ديالهم من بعد ما خرجتهم من الفران، تيجيو رائعين ورطبين بزاف. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم نالت اعجابكم وتجربوها ان شاء الله، وبالصحه والراحه. وللمزيد من الوصفات فما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد، وشكراً.